في قناه شيوات ام حفصه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفيديو ديال الكفته، نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم. عندنا على بركه الله الزيتون مقطع، عندنا البصله، عندنا الفلفل الوان، عندنا بيضه، عندنا الطون، عندنا شويه نتاع الرز، عندنا الفرماج محكوك، عندنا نص كيلو كفته ديال بيبي، عندنا لاصوص، عندنا واحد البطاطا، عندنا الهريسه، عندنا شويه نتاع الزيت، عندنا العطريه كامله، الثومه، القزبر، البزار، الخرقوم، الملحه. على بركه الله غنبداو، غنديروا الزيت، غنصايبوا الحشوه اللي غنعمروا بها الكفته، غنديروا البصله والفلفل الالوان، غنحطوهم يطيب الشحاوة شويه، ومن بعد غنزيدوا عليهم الرز والزيتون. من بعد ما تشحرت لينا البصله ديالنا والفلفل الالوان من بعد ما طاحت شويه، غادي نزيد عليها شويه نتاع الرز، وغنبقاو نشحرو مزيان، وغنزيدو العطريه كامله، غنزيدو شويه ديال الثومه، شويه نتاع القزبر، شويه نتاع البزار، شويه ملحه، شويه سكنجبير، شويه تحميره، وغنزيدو الماء. غنحطو مزيان وغنخليو الرز ديالنا يطيب مع هاد البصله والفلفله. بعد ما طاب لينا البصيله ديالنا مع الرز ومع الفلفل الالوان، غادي نزيدو شويه ديال الثوم، ونزيدو شويه تاع الزيتون، غير شويه، وغنزيدو واحد نص معلقه نتاع الهريسه، انا كتعجبني الهريسه كتعطي واحد اللون زوين في الخطيه. وغنزيدو شويه ديال لاصوص الصوجا، لاصوص الصوجا على حسب الاختيار، اللي بغا يزيدو واللي مبغاش لا كنقدملي واحد نص ديال الطويمه صافي. وغنحطو هادشي مع بعضو صافي حتى يطيب لينا شويه، صافي نطفيو عليه ونخليوه يبرد وعاد نخدمو بيه. من بعد ما صايبنا الحشوه ديالنا، عندنا واحد البطاطا هنا اللي ديجا سلقناها من قبل، غادي نلسوها بحال ما هكا هكا شويه بشويه، غادي نلسوها كامله، نبقاو غاديين هكا حتى غنلسوها. من بعد غنزيدو عليها واحد البيضه، غادي كنلسو تتحرك لينا البيضة مع البطاطا لي ديجا سلقناها، وغادي نزيدو عليها نص كيلو نتاع الكفتة ديال بيبي تاعها، نحركو بحال هكا حتى تندمج مع بعضها. من بعد غنزيدو العطريه ديالنا، التحميره شويه تاع التحميره، شويه تاع السكنجبير، شويه تاع الملحه، الخرقوم، البزار، الربيع، والثومه، وغنزيدو واحد نص معلقه تاع الهريسه، انا كيعجبني نخدم بالهريسه، واحد شويه تاع زيت العود، وغنخلطو هادشي مزيان يندمج مع بعضو. نبقاو غاديين هكا كنخلطو، انا غنخدم بيدي، كيعجبني نخدم بيدي، نبقاو كنحركو بحال ما هكا شويه بشويه تتخلط لينا كاع العناصر، تخلط لينا البطاطا مع الكفته مع البيض، من بعد ما خلطنا الكفته ديالنا مع البطاطا والبيضه، غنشدو هاد لاصوص اللي ديجا انا صايبتها، مبقاش ليا الوقت باش نوريها لكم، درت جوج مطيشات محكوكين وشويه نتاع الثومه وشويه نتاع القزبر، معلقه ديال زيت العود، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الكمون، ومعلقه نتاع الخل، شويه نتاع الهريسه. نذوقو الكفته ديالنا، وغادي نبقاو غاديين بحال هكا، غنشدوها وغنبقاو بحال هكا، غنزيد الكفته هادي، نبقاو غاديين بحال هكا، كنقادو فيها غير بيدينا بحال هكا، هكا
شويه بشويه، هكا غادي شويه بشويه كنطور فيها، كندير لها واحد الحفيره هنا في الوسط، من بعد غنشدو العمارة ديالنا، غادي ندير فيها بحال هكا ونحطوها، أو غادي بحال هكا مستمرين كنصايبو بحال هكا كندورو غير بيدينا بحال هكا واحد الحفيرة في الوسط، كنبقاو غاديين بحال هكا غير بشوية بشوية كندورو فيها، من بعد كندير فيها شوية من هاد العمارة بحال هكا. من بعد ما صايبنا الكتة ديالنا كاملة هكا بقينا كندورها بيدينا وعمرنا هاديك الحشوة لي ديجا صايبنا من قبل، دابا غنشدو الفرماج ديالنا وغنحطو بحال هكا من الفوق، أنا ديجا دابا شفت الفرماج سخون صافي، وغنبقاو غاديين بحال هكا غنحطو في الفرماج ديالنا. بحال هكا وغندخلها للفران، خرجنا الكفته ديالنا من الفران ها هي كي جاتها النتيجه النهائيه، جات غزاله. انا غنوريكم نهزو وحده نحطها بحال هكا ونرفعها بشويه ديال لاصوص، كتجي بحال هكا غزاله ما شاء الله. نتمنىكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء، وما تنساوش تابوناو مع القناة باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.